السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه سيرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ ايه هو التايم زون ومفهومك عن التايم زون؟ ان شاء الله تعرفوا في الفيديو ده. بدايه في الفيديو ده يا جماعه احب اقول لكم ان 85% من احصائيات اليوتيوب بتجيلي ان المشاهدين اللي بيتفرجوا على الفيديوهات ما بيشتركوش في القناه، فاتمنى حضراتكم تنزلوا تشتركوا في القناه ده لدعمي وتعمل لايك للفيديو، ولو ما عجبكش الفيديو للاخر اتمنى تكتب لي في الكومنتات تحت هو ما عجبكش ليه علشان اطوره في الفيديوهات الجايه. تمام، نبتدي الحلقه. التايم زون ده اغلبيتنا احنا كلنا بنمر بيه، اللي هو ايه؟ اللي هو تحقيق مثلا امنيات، النجاح، الفرحه، وشويه فيلينجز كتير. اللي بيحصل ايه في التايم زون؟ حاجه مثلا فور اكزامبل او مثلا في للمثال ان مثلا واحد سنجل مثلا بيبقى اتجوز وهو عنده 20 سنه بس خلف بعد 10 سنين، وفي واحد سنجل اتجوز وهو عنده 30 سنه بس خلف على طول. واحد اترقى وبقى مدير وهو عنده 30 سنه بس مات وهو عنده 50 سنه. وفي واحد مدير اترقى وهو عنده 50 سنه بس مات وهو عنده 70 سنه. دي حاجات كتير قوي بنمر بيها. واحد مثلا المفروض ان هو يتخرج او هو اتخرج مثلا وهو عنده 24 سنه وقعد 5 6 سنين لحد ما لقى الشغلانه اللي هي المناسبه ليه، اللي هي بتديله مبلغ كويس، بتديله بوزيشن كويس يعني، وحاجات كده كتير. وفي واحد اتخرج وهو عنده 28 سنه واول ما اتخرج لقى الشغل على طول. باختصار كده ان كل واحد ليه 24 قرار، كل واحد ليه 24 قرار هياخدهم دلوقتي، هياخدهم متفرطين، هياخدهم في اي وقت، سياخدهم هياخدهم، ولا يظلم ربك احدا. فاتمنى انك على طول تبقى راضي باللي مكتوب ليك، ارضى باللي مكتوب ليك، صدقني ال 24 قرار هتاخدهم دلوقتي، هتاخدهم بعدين. فاتمنى ان حضرتك تصبر. حضرتك صحابك او زمايلك اللي هم في سنك، اللي انت شايف ان هم كويسين، او اللي هم اصغر منك اللي هم انت شايف ان هم كويسين، او اللي هم شغالين شغلانه احسن منك، او اللي هم بيقبضوا مبالغ كويسه، او مثلا ليهم فلوس معينه يعني مثلا شايف معاهم فلوس اكتر منك، لا هم بيعيشوا التايم زون، هم بيعيشوا بياخدوا ال 24 قرار بتاعهم اللي هو هيلف وهيجيلك. صدقني ال 24 قرار بتوعك هيجولك قبل ما روحك تفارق جسدك، صدقني. فحاول انت لو انت في مرحله دراسه تذاكر، لو انت بتشتغل تحاول تطور من شغلك وتعمل اللي عليك. اما تقول ما دام انت عملت اللي عليك وتقول ازاي وليه وما جاتش، دي بتاعت ربنا. ربنا ممكن ياخر عنك حاجات كتير قوي 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 ما تعلمهاش غير بعد كده، صدقني. لعل التاخير هيكون في صالحك. ممكن انت دلوقتي مصر على حاجه معينه بس اصرارك ده عميك عن الاضرار والسلبيات اللي ربنا شايفها. ممكن صدقني ربنا بيأخرك لحاجه لحكمه انت هتعرفها بعدين. فاتمنى اتمنى اتمنى ترضى بنصيبك، هي بس مساله وقت وصبر. فاتمنى ان حضرتك ما تنساش حته القضاء والقدر دي، وصدقني ال 24 قرار هتاخدهم. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة سيرشاجي، ومتنساش تعمل اشتراك في القناة. شكرا جدا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.